عايشك ربي حبيت نسألك عم عنيف واحنا نحاول نستلهمه من نظامكم من المقاومة اللي كنتوا فيها ضد المستعمر الفرنسي وبعد ضد الديكتاتورية بعد الاستقلال. في فرط أنصار طوى كنت أقول لك أقرأ كله الله أحد وهز في يدك حجر لا 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 مازال ما بان حد شيء بعد أربعة جولي شو اللي ريتك شو اللي ترى على تونس خلف حرية التعبير عندكش حاجة أخرى لا نحب نتعلم أنا إذا كان عندك حاجة أخرى أعطيني ماذا بي نحب نتعلم أنا عمري 81 سنة ديما نتعلم ما نعرفش ما توا نطيح قدامك اما نحب نزيد نتعلم ولو بلحظه اخرى ما ريت الا حريه التعبير وهم نتكلم انا وياك حر وحتى البوليس كي يسمعنا ما يهزناش على خاطر قبل يهزنا كان نتحدث الحديث هذايا شو اللي ريت بعد 14 جنوب فما 14 جنوب جا من عام 1910 في بقعه معركه في الجلاز من معركه الجلاز واحنا ثوره ورا ثوره يا اخي 9 ابريل وقبل 9 ابريل في بنزل 8 جنوب 38 قبل 9 وقت اللي طاحوا هنا في تونس وضواحي تونس احنا في بنزرت معنا 21 واحد في 8 جنوب 38 بعد تونس 39 وهكذا ثم جابس ثم صفاقس الى اخره ثوره ثم بعد الاستقلال اللي كنت نحكي لك عليها صالح بن يوسف والخلافات نتاعهم هما الحزبيه طبعا وحرب بنزرت اللي مشات فيها من كامل البلاد التونسيه لا محاله الالاف هم يقولوا مئات لا غلط مش غلطوا بيه الشعب التونسي الالاف اللي ماتوا وخي ثوره باش نذكرك 26 جانفي 78 تعرفش قداش ماتوا بابا العزيز تمشي تعود هذا وكان عندهم هو من الحكومه مش انا علي بسالي معنا يقولوا له 100 واش 120 قتيل 26 جانفي بعد ما هزوا وقتها هزوا القيادة وحبيب عاشور الله يرحمه هزوا حتى بحشرهم برقيبة في السجن لمجرد مطالب معناها شرعية يحطهم في الحبس ثم الثورة الأخرى مياواش زادة كيف كيف مياواش ثم بعدها اللي صارت وما تسمعش به أنت فما معناها مجازر قام بها خاصة بن علي اللي احنا ما نسمعوش بيها تعطينا علامة اي لا وخلف ما وخلف الحوادث هذه اللي هي ظاهرة مثلا نعطيك حاجة اخرى كما تحب تسميها هي ماشي ثورة لا محالة يركب الضباط الكل في طيارة ثم تطيح الطيارة شنو هي هذه كيفاش تركب الضباط الكل مع بعضهم ما تصيرش هذه في اي دوله ما تصيرش يركبوا كل مع بعضهم الضباط الكل الضباط بتاع البلاد التونسيه الكل تحطوا مع بعضهم شك كبير مش لكن عندي انا يا ربي نقطه تستفهم ما نجمش نحلها بساطتي ما نجمش نحلها يلزم يحلوها ناس من شيفك وستبقى لغز نرجع للثورة البلاد التونسية تعدلت كثير من الثورات وربما مش ربما وهذه متاع ما يسمى بالثورة متاع 14 جنبي هي القطرة التي أفاضت الكأس لأن الشعب التونسي متحذر إذا كان ما جاتش من متاع شو اسمه أبو عزيزي مش يجيها فلان الفلاني اخر ولا فلان الفلانيه اخرى لابد منها لخسر الشعب التونسي ما عادش ممكن مع الخطا وين تمشي يا عهد بن علي قلت يا عهد بن علي وين تمشي تلقى الانتقاد الناس كل تنتقد في العائله المالكه خاطر العائله المالكه والقهر نتاعهم والنهب نتاعهم والسرقه نتاعهم ولذا مش ممكن بالزيت اكثر توا في تالا يعني في رقة تدخل وحدات تدخل أطلقت النار على عديد المتظاهرين ومن بعد يخرجوا وحدات تدخل حاولوا يحرقوا المركز نتاع تالا باش يفسخوا التراس نتاع الدوكيومون الشباب نتاع تالا كي شافوا النار طالعة للعلم التونسي صبوا على رواحهم الماء وطلعوا للبوتو معناها ونحاوا العلم جون ديسكي معناها كل بعد سلموه للميليتير يعني سان ملحمية انتر طون شافوا النار ما كلتش الوثائق الكل
منعوا بعض الوثائق. من ضمن الوثائق هذه المنظومة الأمنية في الفرق الأمنية في تال مذكورين فيها الضباط اللي موجودين اللي قاموا معنا بعمليات القتل كل، ومذكور المشرف العام العقيد المنصف العجيب السيد هذا وقت عقيد ومدير في وحدات التدخل. بعد 14 جانفي يترقى يولي مدير عام لوحدات التدخل، ودرنييرمون وقت اللي جاء لمحكمة الكاف المحكمة العسكرية بالكاف جاب معاه حسب ما قال لي الأستاذ المحامي الأستاذ شرف الدين القليل، جاب معاه أكثر من 180 بوج مدجين بالسلاح ودخلوا معاه قاعة المحكمة 8 ملازمين، والسيد في قاعة المحكمة تقول هو رئيس محكمة. يعني ازاي يعني لامبونيتي، وروح بعد سيد واخر جلسه تو الجلسه الماضيه بعث شهاده طبيه يعني قال شنو هو عنده طبيب نفساني هو يعني. هذا اللي كنت نتحدث عليه قبيله معليه السيد هذا تو المحاكمه نتاعو اصدرت فيه المحكمه العسكريه بطاقه جلب اخرى مش يحضر قدام المحكمه العسكريه كيف يوم 13 فيفري. شنو هو الرساله عمليه توجهها للسلطات القضائيه للقضاء العسكري باش يحافظ على هيبه الدوله باش ياخذ حق باش ياخذ حق الدم الانسان يعني واللي منصب العجينه متورط فيه على حسب شهادات يعني شهود عيان حاضرين. شنو هو اللي سبب توجهها عمليه القضاء العسكري؟ لا ما عندوش الحق فيها، هذه برك لازم تعمل له ملف، هذه برك شو تجيب معاك 180 لو شبيك انت ماشي للمحكمه عدوه ولا خارج الخارج، هذوكم مواطنين تونس وقضاء تونسي نتاعنا، واذا كان تعتقد انك بريء الواحد تجيب في 180 ما لا انت عندك دوله وحدك المفروض ان يحاسب عليه. مش من حقه باش يلعب بالقوات التونسية الخطر وقت اللي يكون إذا كان هو يرأسهم من غير شك هم مرؤوسين يرأسهم يجيوا معاه. يلزم العدالة تشوف، يلزم العدالة وتقوم بواجبها، تقوم بواجبها وتأخذ حق المجتمع مه الإنسان. لا أنا يلزم السيد هدايا يقف اللي هز الباب، يلزم يقف عن ما فيش كلام حتى حد فوق المحاسبة. لا 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 القانون فوق الكل. لا ما هوش القانون فوق الكل. هما توا الضباط النزهاء في وزارة الداخلية منهم مثلا سمير فرياني اللي قدم شهادته واعلن انه مثلا بن علي متورط في مقتل ابو جهاد قبل، وانه ياسين الطيب مدير المخابرات الحالي متورط في التخطيط للمجازر التالة والقصرين، يعني تم ايقافه على العمل لمده اخرى، وذي يوجه رساله سلبيه للنزهاء في وسط الداخليه. شنو رساله توجهها عم علي بنصالح لسمير الفرياني والضباط النزهاء في وزاره الداخليه؟ نرجع لل لا الوثائق مش كون قدمها، يجب يقدمها الناس اللي هما بعاد على الداخلية، مش يقدمها للمدير الأمن اللي هو من جماعة الأخرين ومن جماعة بن علي أو كان من جماعة بن علي ولا جماعة الطرابلسية إلى معناها للرابطة، ويمد ليانا يمد المسؤول نتاع المسؤولين نتاع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مثلا وإلى المنظمة اللي يعتقد فيها أو يقرن ثلاثة منظمات باش ما تكونش منظمة تمشي بالموضوع تخونوا في العهد وين العهد، يجي ثلاثة منظمات تمشي ويقدم لهم هدايا ويتبناه هو المشروع.